إلى قرطاج أعزائي المستمعين متابعي إذاعة ديوان إف إم، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مواصلين في هذا العدد من برنامج إلى قرطاج، البرنامج اللي يعنى بالسباق الانتخابي الرئاسي مواكبة لمختلف البرامج الانتخابية ل 26 شخصية المترشحة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. شكرا للزميلة هدى الورغمي اللي كانت معاكم مباشرة من استديوهاتنا المركزية في صفاقس مع ضيفنا المرشح الرئاسي محمد صغير النوري. والآن ننتقل إلى استوديو الفقيد فكري بودية في تونس العاصمة، وين يحضر معنا في الاستوديو ضيفنا المرشح الرئاسي محمد الهاشمي الحامدي. مرحبا بك على موجد ونفع. شكرا على الاستضافة، تحية لك وتحية لمستمعي إذاعة الديوان. ذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فهم لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. ثلاثة محاور كبرى يستنوا فيك اليوم في هذا الحوار محمد الهاشمي الحامدي، نختموهم بكلمة حرة. وقبل ما نبدأ بالمحور الأول، وانت اخترت محور النظام السياسي في تونس وعن طريق نظام القرعة اخترت ستة أسئلة وبعد شوية نكتشفوهم معاك ومع المستمعين. انت مطالب باختيار ثلاثة اغنيات مش مروهم في الحصة اليوم، على الاقل مقتطفات منهم. شنية الاغنيات تحب تسمعها؟ لولا يا قادم لينا، ما تفارق تونسنا البي الا وما تجينا، والذوق مريقة صفاقسية. طبعا انا كنشأت صغير، هذا الجاموسي الله يرحمه كان نشأنا على صوته وفنه والحانه، مع انه التوانسه كي نحكي على الموسيقى ما يحبوهاش، باش ناخبين يقول لك ريا ما تطلعش على رئيس الجمهوري. فان شاء الله ربي يستر من الحكايه هذه، الفقره هذه في البرنامج. وبعدها يليت الناس خيان من تليا وانا ليك، هذا دي غنيه اخرى للجاموسي تشبه الرساله نتاع تيار المحبه. وفي الاخر مرسال الخليفه، لانه نحب نختم على معنويات مرتفعه، منتصبا قامتي امشي، مرفوع الهامتي امشي، ان شاء الله منتصرين في هالمعركه ان شاء الله. هذه هي الاغنيات اللي باش تسمعوها اليوم مع ضيفنا محمد الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي، تو نسمعوها تباعا. بعد شوية نبدأ معاك في الفقرة الأولى، النظام السياسي في تونس، هذا هو المحور الأول اللي اخترته محمد الهاشمي الحامدي. ستة أسئلة اخترتهم عن نظام القرعة، وسؤال قار تو نختموا به هذا المحور. لكن قبل ما نبدأ في حوارنا معاك محمد الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي، نسمع بورتري وراجعين. اتحدوا ننتصر هو الشعار الذي اختاره المرشح الهاشمي الحامدي لحملته التي افتتحها من ولاية سيدي بوزيدة موطنه الأم. لطالما كان حلمه اعتلاء كرسي قرطاج، حيث سبق وأن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2014 وحصل على المرتبة الرابعة آنذاك. طموحه السياسي جعله يصر على مواصلة حلمه باعتلاء كرسي قرطاج ليقدم ترشحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. انخرط الحمدي في العمل السياسي منذ صغره، حيث شارك في قيادة مظاهرات ثورة الخبز سنة 84 و900 و1000، وتم اعتقاله لنشاطه الطلابي سنتي 83 و84 صلب حركة الاتجاه الإسلامي. عرف الهاشمي الحمدي بمواقف سياسية وصفها خصومه بالشعبوية، نظراً لمناداته بمجانية العلاج والتنقل لفائدة الفئات الفقيرة، كما عرف من خلال ظهوره التلفزي عبر قناته المستقلة التي تبث من لندن بمواقف أقرب للكوميديا، فتراه تارة يلقي الشعر وتارة أخرى يغني. يعود الهاشمي الحمدي اليوم قادما من وراء البحار، وبالتحديد من عاصمة الضباب لندن، ليشارك كعادته في المناسبات الانتخابية ويخوض السباق الرئاسي نحو قصر قرطاج، مرددا نفس الشعارات ونفس الخطاب الذي يعتبره كثيرون ضربا من المزايدة وأقرب إلى خطاب الحركات الإسلامية.
ولد لاشمي الحمدي في 28 من مارس 64 و900 وألف بمنطقة لحوامد من سيدي بوزيدة، وهو متزوج وله 4 أبناء، متحصل على دكتوراه في الفلسفة من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. أسس الحمدي حزب تيار العريضة الشعبية في مارس 2011، وخاض به انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وحل في المركز الثالث ب 28 مقعدا. نشر عددا من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية في الدراسات الإسلامية وحول الشرق الأوسط، وعمل في مجال الصحافة في تونس ولندن، ثم أسس صحيفة المستقلة بلندن سنة 93 و900 وألف، ثم القناة التلفزية المستقلة في 99 و900 وألف التي فتحها أمام الأصوات المعارضة للنظام السابق. بعد صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واجه الحمدي اتهامات بأن له علاقة بهذا النظام، وجاءت هذه الاتهامات عقب استقالته من حركة النهضة الاتجاه الإسلامي سابقا عام 92 و900 وألف على إثر خلافات شخصية وسياسية. نفى الحمدي هذه الاتهامات وأكد أنه لم يكن قادرا على العيش في تونس في فترة حكم بن علي. شن الحمدي حملة إعلامية من لندن ضد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بن علي عامي 2001 و2002، واستضاف في قناتيه المستقلة والديمقراطية عددا من وجوه المعارضة منهم محمد المنصف المرزوقي. على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية 2014، يصر الهاشمي الحمدي على الترشح مجددا في رئاسيات 2019 آملا في الظفر بكرسي قصر قرطاج، فهل يكون من نصيبه؟ إلى قرطاج. إلى قرطاج أعزائي المستمعين متابعي إذاعة ديوان فهم، مرحبا بكم من جديد. كان هذا بورتري للمرشح الرئاسي محمد الهاشمي الحامدي، ضيفنا اليوم في هذا الجزء الثاني من برنامج إلى قرطاج، البرنامج اللي يعنى أساسا بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. في 30 ثانية عندك تعقيب على البورتري. يا هل أنتم ما عندكم الشعر في تونس منقصة؟ لو واحد جاء مذيع في إذاعة الديوان وعمل برنامج على الشابي، هل تعتبروها يعني حاجة تنقص من قدره؟ تودي اللي عملت البورتريه تقول هاشمي الحمدي يعمل في الشعر في المستقلة. يا بنت الناس، ما لن أقول يا متخلفة يا جاهلة، لا 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 لن أقول، يعني لن أقول لا هاشمي الحمدي، يعني لن أقول، لن أقول ما اسمحش لك بهذا، لن أقول، اسمعني، هل هي محاولة طب هل هاشمي الحمدي علاش هذا الانفعال؟ هل يتهم إنسان بأنه عمل برنامج على الشعر في إذاعة ولا في قناة؟ هني قلت لك لن أقولها أنا، لكن هل إنسان، هل واحد يقول رأي حاجة كوميدية لأنه يعمل الشعر في قناته؟ تو هذا كلام واضح، تو هذا كلام، يعني قناة التي كانت لحظة الحمد. قناة المستقلة التي كانت في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير المصري، شعب في البي بي سي، ملايين البشر حاطين المستقلة، نظمت فيها قصائد لم تنظم في قناة الجزيرة، قالت فيها وكالة الأنباء الفرنسية مبنى صغير من الطوب الأحمر زلزل أركان نظام بن علي. من كل هذا التراث الإعلامي اللي زعزع أنظمة، ملايين الناس يسهروا في رمضان مع قناة المستقلة، ملايين البشر، معقولة يجي؟ يعني أنا دائما لا أفهم سر الكراهية في تونس من الطبقة الإعلامية، هل هو حسد؟ هل هو حقد؟ هل هو مرض؟ يعني لا يستطيعون أن يقول عن تونسي واحد بلد بلادهم، خرج هارب من الأمن، من الاعتقال، عمل قناة فضائية تنافس في الجزيرة، قسما بالله العظيم واحد من آل ثاني من أمرائهم يتصل ليطلب مداخلة في برنامجي اللي يقدم. حلاش بالحمدي، حلاش أنتم، نحن نعرف لماذا لديكم عقدة أنكم تقولوا كلمة طيبة؟ لعنا عقدة، لماذا كل ما أذهب إلى منبر إعلامي محاولة أجد السخرية وأجد الكراهية؟ هذا يعني ورجاء يعني نحترم الله العظيم الإعلام، كمية الكراهية التي واجهها في وسائل الإعلام التونسية أميرة مقني في هذا والله كمية الملامح. أنا أقول لمستمعيك، فيها سياسي وفيها أيضا الجانب الكوميدي البعض ربما، أقول لمستمعيك والله كمية الكراهية التي أجدها في الإعلام التونسي، حمزة بلومي صباح توا، هذه أميرة مقني، كل ما يتحدثوا عني، يعني إنسان محبوس من عمره 19 عام، قاري في جامعة أكسفورد، هم يحلمون
انهم يدخلوا مكان فيها. الحمدي مش هذا محور. نقولوا كلمة طيبة. خلينا نمشيوا لجوله. هل ينقص منكم شيئا ان تقولوا كلمة طيبة؟ لا ينقص ولا يزيد الهشمي الحمدي. لا كلمة طيبة تزيد. كلمة خايبة ولا نقولوا كلمة باهية. دورنا ونقوم بمحاولات صحفية في إطار حرية الإعلام. وأعطيتك المساحة ونحترم رأيك. حرية الإعلام مش ما نتفقوش مع رأيك نحترموه وهك مررتوا على المباشر وعقبت على البورتري. يا أخي هل حرية الإعلام أنك تجي تقول راه إنسان كوميدي؟ تتكلم على إنسان دكتور متخرج من جامعة لندن عنده كتبه في جامعة هارفارد وأكسفورد يعني وكامبريدج يعني صحفي يقول عندك مصحة كوميدية في لا مش لا في مش إلقائك لا للشعر لا لا في لا بعض خطاباتك السياسية لا لا تقول يلقي في الشعر في قناته. طب إيش نعمل؟ ما الشعر واحد من أعظم الفنون. واضح واضح الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي. ننطلق في المحور الأول النظام السياسي في تونس والسؤال الأول ما هو تقييمكم لفترة الرئيس الراحل باجي قايد سبسي؟ رأيي أنا طبعا يجب أن أعترف للمستمعين أنه دائما هكذا في حظي مع البرامج في الإعلام التونسي أنه دائما يبدأ البرنامج باستهدافي واستفزازي. المرة الوحيدة اللي في الإعلام التونسي تكلمت فيها بدون أن تبدأ علي الحرب من البداية هي البارح في المناظرة، لأن النظام المناظرة منع المذيعين من أن يتدخلوا في الحوار، لكن والله لا أكاد أذكر باستثناء مذيع في الأخ نشأت في إكسبريس أف أم لا أكاد أذكر حوارا ظهرت فيه في أي منبر إعلامي تونسي إلا وأنا مستهدف فيه. حتى أني نستغرب أقول هل التوانسة سمعوا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في فصله الأول أن على جميع الناس أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء؟ لماذا تكرهونني إلى هذا الحد؟ ماذا فعلت لكم؟ وش هذا سؤالي؟ حرمت من بلدي والله. أنا حرمتك سؤال لفترة الباجي قايد سبسي، هل ممكن تنورني أنت بسبب لماذا تكرهونني إلى هذا الحد؟ ماذا فعلت لكم؟ أنا عايش برا، كل اللي عملته أني عملت فكرة قلت رأي البلاد محتاجة عدالة اجتماعية، فلماذا تكرهونني؟ حكمتكم؟ اعتقلت ناس منكم؟ ماذا فعلت لكم؟ اتقوا الله في تونسي كيفكم، عاملوه كما يقول، بلاش نقول لكم الدين والنتوانس، عاملوني كما قال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عاملوني بالحد الأدنى من روح الإخاء. لا تجعلوني أبدأ كل برنامج وأنا محاصر بهذه الاتهامات. طيب الرد على السؤال الهاشمي الحامدي، لأنه الوقت قاعد ينقص من الفترة المخصصة ليك، تقييمك لفترة الرئيس الراحل باجي قايد سبسي؟ والله أنا أعتذر للصفاقسية وأقول لهم يعني لو كان واحد فيك محلي الآن أي صفاقسية يسمعني وجاء في أي إذاع ولقى الناس يقولوا له راك إنسان كوميدي مضحك وهو مترشح لرئاسة الجمهورية سليش وعنده دكتور نسخة عايشك يا سليش، خلينا في لب الموضوع، لما استطيع هكا مش يستفيد المواطن، جوزناها النقطة هذه. I can't يعني أنا حقيقة محبط منها، والله محبط منها جدا، لأنها على بعضها اليوم نفس الشيء يعمل معايا متاع إذاعة شمس، كل حساباته الشخصية طلعها في الحوار. إذا كان مثل ما جاء اعتذار على هذا أنا سأنسحب من البرنامج ومتأسف يعني، لأنه لم يعد لي مزاج لهذا، يعني كرهت I had enough. رجاء يعني خلينا مش عاوز رئاسة الجمهورية في لب الموضوع، لأنه المواطنين يستنوا فيك، حبوا يتعرفوا على برنامجك الانتخابي، يحبوا يعرفوا أراءك وردك على أسئلتنا. السؤال الموالي في النظام السياسي، كيفاش ترى مستقبل سياسة التوافق؟ هل ترى وأنها ما زالت مهمة في المرحلة القادمة محمد ليش من حامدي؟ أي باس، أنا أعتذر منكم من مستمعين في ذات صفاقس، حقيقة يعني أنا في نهاية المطاف أنا إنسان إلى الجحيم السياسة التونسية كلها وجميع مناصبها إلى الجحيم. لقد كرهت هذه المعاملة في تونس، كرهتها ولم تعد تطاق. يجب أن يعرف الناس أنني أيضا أنا إنسان عندي حقوق إنسان. تتحدثون بكل هذه الحساسية على حقوق الإنسان وأنتم كلكم تتكالبون على رجل واحد، كلكم تريدون عرضه، نصيبا من عرضه، نصيبا من سمعته. ألا تعرف أنا لدي أبناء يسمعون البرنامج وبنات لما يشوفوا باباهم يهان في وسائل الاعلام، وكل ما يجي وسائل الاعلام شيء ثاني. شكون هانك سير هشمي؟ علاش ترى انا ما نقول كوميدي؟ يعني انا ما هذا بورتري، هذه محاوله صحفيه، يعني علاش كل هذا الانفعال؟ بورتري لرئيس جمهوريه تقول كوميدي؟
كوميدي يقرا في الشارع. يا اخي سخرنا من البيجي قايد سبسي اكثر من هكا يعني. هل انت اعلى من البيجي قايد سبسي او راشد الغنوشي؟ لا, لا احد افضل من الاخر. هذا دورنا كصحفيين. قلت راشد الغنوشي كوميدي يقرا, كوميدي يقرا في, نقول ما نشاء حول راشد الغنوشي وحول اي شخصيه سياسيه. علاش كل هذا الانفعال؟ انا عرضي وسمعتي اهم من رئاسه الجمهوريه. محفوظ ومصان سياسيه. انت الان تلعب في دور الضحيه. انا شوف عرضي وسمعتي اهم من رئاسه الجمهوريه التونسيه. أهم سيدي هاشمي, أهم من منصب رئيس الجمهورية. وأنا عرضي وسمعتي, ومش أول مرة تجي لإذاعة ديوان اف ام, ودائما كنا نوفر لك منبر حر كما مختلف الشخصيات السياسية. رجاء نتجاوز النقطة هذه ونمر مباشرة إلى محورنا إذا كان تسمح سيدي هاشمي الحامدي المرشح. أنا أطلب منك الرئاسي بعد إذنك, بعد إذنك حتى نهفت وجو شوية. نمشي فاصل موسيقي وراجعين إلى قرطاج. أعزائي المستمعين, هذا برنامج إلى قرطاج, مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في الجزء الثاني. اليوم نستضيف المرشح الرئاسي محمد الهاشمي الحامدي. سعداء بحضورك بحذانا. ثلاثة محاور مش نحاولوا نحكيوا فيهم, وخاصة في علاقة ببرنامجك الانتخابي. توانسة يحبوا يعرفوا شنو تصور الهاشمي الحامدي للمرحلة القادمة, وخاصة رؤيته وموقفه من أهم القضايا. وكل سؤال مش نحاولوا نجاوب عليه في دقيقتين. السؤال الموالي, هل تعتقد أننا يجب أن نسير نحو إصلاح النظام السياسي بتعزيز مهام الرئيس؟ لا, يجب أن نصلح النظام السياسي بإدخال روح المحبة في هذه البلاد التي دمرها سيستام ظالم حجار مليان معناها بالظلم الاجتماعي والاقتصادي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي تونس ناس الآن تقدر تقري أولادها في أحسن المدارس بأغلى التكاليف المادية, وناس ما هيش لاقية تكاليف إعادة أولادها للمدارس. في تونس اليوم ولايات نسبة نجاح ذريهم في البكالوريا توصل 50%, ولاية كالقصرين 11%, وأقصى شيء 14%. في تونس الآن معناها مازالوا ذري يدخلوا السبيطار في عاصمة البلاد ويموتوا بأكثر من 10-12-13 ويتسلموا في كرادين. تعمل تحقيقات وما يطلع حتى شيء. ما ثماش أن نحن مجتمع متراحم متحاب بالفعل. فالسياسيين اللي يحكموا البلاد المشكلة مش في صلاحية الرئيس تزيد ولا تنقص. ما هي كي تنقص من الرئيس باش تمشي عند رئيس الحكومة, أو كي تنقص من رئيس الحكومة باش تمشي عند الرئيس. لكن المشترك بين الرئيس ورئيس الحكومة في التجربة اللي فاتت أنهم كلهم يجروا وراء مصالح رجال الأعمال. كي تشوف أنت 5 سنين من حكم النداء وحكم الرئيس الراحل, أول مبادرة اقتصادية لصالح رجال الأعمال, الثانية متعلقة بالزطلة, والثالثة متعلقة بطبقة صغيرة قليلة جدا في المجتمع عندها مشكلة مع حكاية الميراث. لكن ولا مبادرة عندها علاقة بالفقراء, ولا مبادرة عندها علاقة بحق تلاميذنا في أنه معناها يدرسوا في بيئة صحية سليمة, ولا مبادرة حق معناها متعلقة بأكثر بحوالي 1 مليون تونسي في المقاهي عايشين حياتهم. إذن شو البديل تقترحه في هذا الشيء؟ البديل هو عدالة اجتماعية, البديل هو عدالة في توزيع التنمية. البديل هو أنه نحن كذا عندنا 43 مليار كنوزعوها نوزعوها بالعدل, مش نعطوها لجماعة الوتلة وجماعة السياحة معناها يقيدوا فلسة ويأخذوا فلوسنا ويأخذوا التعويضات. البديل أن نشوفوا كل ولاية ونشوفوا عدد سكانها ونشوفوا ظروفها الحالية. ثم شيء في الدستور اسمه التمييز الإيجابي, ونعطوا للولايات اللي أهملناها على مدار عقود باش تبني طرقات باش تبني مدارس. البديل أنه كنشوف في مدينة كمدينة صفاقس, توا نتكلم أساسا مستمعينا غادي, نحافظوا على المال العام نوجهوه للحاجات اللي تنفع الأغلبية مش الأقلية. إذا كان البنية التحتية متاع صفاقس تهرات, قبل كانت عاصمة الجنوب معناها اسمه ومعنى ومبنى, هي الآن تو شوية مطرد البنية تتخذ. نقل الناس في حالة معناها حالة صعيبة ياسر. تحكي مع صفاقسية, مشيت أنا وقبل جماعة محبة وحكوا لي البنية التحتية متهرية, كي تجي مطرد البنية تتخذ. النقل الناس تعبانة باش يتحركوا من مكان إلى مكان. حشاك الزبلة مع أنه عملنا انتخابات بلدية باش تنظف في المدن. السبيطار متاع الحبيب بورقيبة غادي في صفاقس, والحبيب السبيطار متاع صفاقس حشاك الوسخ. وين الاعتمادات المخصصة؟ وين المسؤولين على الشيء هذا؟ فنحن نحبوا العقلية التي تريد كيفاش نتعاملوا مع الشأن العام تتغير. لكن أنا عندي معناها مثلا كيما الماتيماتيك, كيما 1+1 يساوي 2. أنا عندي اعتقاد أن
الناس اللي تحكم اليوم مستحيل تقدم الشيء اللي يطلبوه التوانسة في سفاق صغيرها. انتهى الوقت المخصص لهذا السؤال محمد الهاشمي الحامدي. السؤال الموالي، ما هو موقفكم من مشروع قانون المساواة في الميراث؟ هذا قانون يعني هرطقة سياسية. هذه مجموعة عايشة في معناها جو في اللاك وفي ما يشبه يعني اللاك بالمعنى الرمزي، معناها مجموعة مترفة لابس عليها، مرتاحة ماديا مرتاحة معنويا، فكرت حكت شعرها شو الموضوع نحكوا فيه تو، شو نعملوا به قصة، أقنعوا الرئيس الراحل أنه معناها أو هو أقنعها أو مش عارف شكون منها من أنه نجيوا نعملوا تحدي واستفزاز للضمير الجمعي للبلاد، وحتى الفصل الأول من الدستور اللي يقول الإسلام دين الدولة. إذا الإسلام دين الدولة كيفاش تجي الحاجة هذا الدين حاكم فيها حكم قطعي ثابت متفق عليه مجمع عليه، وتقول نحب نغيرها، وتقول نحب مش نغيرها هي فقط ونغير حاجات أخرى كثيرة منها لخلع هذه البلاد. تعرف الخلع في الخلع في بتاع الطلاق، مرأة تخلع راها من راجلها، خلع ضرس لخلع هذه البلاد من هويتها الإسلامية. كما قلت في المناظرة البارح في ردي على أحد المترشحين، قلت بهذه البلاد حمل الناس السلاح في أيام الاستعمار حتى لا تذوب في الأغيار، حتى تبقى عربية وحتى تبقى إسلامية. ومن حق الأغلبية متاع السكان هنا في تونس، من حق الأغلبية اللي منهم صفاقسية اللي أهيب بهم أدعوهم، لأن صفاقسية مجتمع محافظ، تتعلق الأمور بالدين تقدر تعول على صفاقس. يعني أنا الآن ممكن نحكي لصفاقسية على أمور النقل والمواصلات وأمورهم المعيشية، لكن أنا نكلم صفاقسية ونقول لهم هذا الدين يحتاجكم أيضا عشان تبقى هويتنا إسلامية، وأنتم أهل الغيرة، أولادكم تربوا فيهم أحسن تربية وحريصين عليهم وتعلموهم القرآن وتهتموا بهم وما تحبهمش يفسدوا، ما تحبهمش يتكيفوا، ما تحبهمش يشربوا، ما تحبهمش يشربوا للزطلة أو المخدرات. يا ناخي بصفاقس عاونوني حتى نضيفوا فصل للدستور يجعل الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، بحيث لا يسن في البلاد قانون يخالف أحكامه، باش غدوة معاش يجي رئيس جمهورية يقدم مقترح كما اللي قدمه الرئيس الراحل، باش مجلس الوزراء، لأن يعني مجلس الوزراء بحضور الوزراء النهضة بحضور الرئيس الراحل بحضور يوسف الشاهد أجاز هذا القانون وقدمه للبرلمان. يعني لو كان رئيس حكومة يحترم حسب رأيي أنا لرد الشعبي كان قال للرئيس سمحني هذا الموضوع يحتاج، لو تصبح رئيس شو مش تعمل فيه مشروع القانون هذا؟ هو أولا أنت تعرف أني أنا في العامين اللي فاتوا عملت حملة معناها إعلامية سياسية ضده، ظهرت في 5 ولايات منها صفاقس، عملنا مظاهرة ضد هذا القانون، وأرجو أني ساهمت مع آخرين في تعثره وتعطيله المصادقة عليه في البرلمان. مازال موجود في الرفوف. عارف. فبش يجي برلمان. شو لو بش يجي برلمان جديد. إذا قانونيا معناها لو أنا إذا نجحت في الرئاسة وفهمت من الخبراء القانونيين أني لو أنا سحبته يسحب، طبعا سأسحبه فورا. إذا قالوا لي لا سيفات، فآمل أن يكون عندي كتلة نيابية من نواب تيار المحبة تتضامن مع الآخرين وتهزيمه. لكن في موضوع الموضوع هذا في القانون هذا، أنا أدعو كل الناخبين اللي يسمعوا فيها في إذاعتكم في صفاقس تحديدا أن يتأكدوا إذا كان المرشح الرئاسي مؤيد لهذا القانون وهو الناخب معارض لهذا القانون، فأخلاقيا سياسيا لا يمكن لك أخي الناخب وأختي الناخبة أن تصوت لمرشح رئاسي مؤيد لقانون بشرى بن الحاج حميد. السؤال الموالي في محور النظام السياسي محمد الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي في دقيقتين، شنو رأيكم في مشروع القانون الحالي المتعلق بحالة الطوارئ؟ حالة الطوارئ مسألة يجب يبت فيها الجهة الأساسية اللي نسمع كلامها في الموضوع ده هي الجيش والأمن، الناس المسؤولين على أمن بلاد كيجوا يقدموا للرئيس الجمهورية تقرير يقولوا نحن محتاجين صلاحيات أوسع يعطيها لنا قانون الطوارئ، لازم يمشي معها. وفي نفس الوقت كتكون النية حسنة وهذا هو المأمول، ما نظنش اللي باش يتم استخدام هذه الصلاحيات لمعناها المس من الحريات العامة ومن حقوق الإنسان. السؤال الأخير، في تقديركم وين فشل الباجي قايد السبسي وين نجح في عهده الرئاسية كتقييم وكاستشراف للمستقبل وانت مرشح رئاسي اليوم؟ والله أنا يظهر لي النقطة الأساسية اللي مش هو وحده ولكن هو حلفاه في الحكم بالأساس هو والنهضة ويوسف الشاهد، طبعا واحد من أولاده وأبنائه المقربين كانوا معاه فرحة كالفرحة المشهورة كيخسر المرزوقي في الدور الثاني معروف. النقطة الرئيسية أنهم ساهموا في تدمير ثقة التوانسة بالسياسيين، لأن الوعود اللي قدموها وقتها وعود كبيرة، نذكر في التلفزة الوطنية الرئيس الراحل يقول احنا معناها
برنامجنا باش معناها باش اربع حكومات نقدر نمشوا اربع حكومات باش تدوخوا كي تشوفوه بالعباره هذه وكل بكيه المشهوره على كل المراه اللي مش لاقيه اللحم. وبعدين نذكر معناها وقت اللي قدموهن في المؤتمر الصحفي 450 الف موطن شغل. سلمى اللومي وقتها كذلك كانت تقدم في البرنامج تقول 125 مليار دينار استثمار. كنت جماعه النهضه معاهم شركائهم يقولوا 6% معدل سنوي للنمو، احنا الان في 1.4 1.3. فكتشوف هذه كميه هذه الوعود التي اخلفوها. تو انا كي نمشي لصفاقس ولا نمشي لقبلي ولا نمشي لقابس يقولوا لي تاك كيفاش نثقوا فيك تو هم شوف جماعه شو وعدونا وما صار حتى شيء. فاكبر حاجه عملوها هي انهم افقدوا التونسي ثقته بالسياسيين جميعا. والله دي حكايه مره، لو انت نفسك جربها لو كنت ترشح وتمشي والناس يقولوا ترى ما عادش نثقوا في السياسيين كل هاو بالدليل هاي الجماعه اللي يحكموا شو ايش قالوا لنا وعدونا ما عملوا حتى شيء. حتى توحل انت كيفاش كيف تقنعه يرد عليهم الناس هذول. والله انا هذا الان لحد الان هاني في على وشك نهايه الحمله هاو الاسبوع الثاني منها. والله هذا اصعب سؤال يواجهني كنت انتقل من الناس نقول لهم صراحه والله ما عنديش حاجه باش نقنعكم بها 100% اللي انا باش نكون يعني خير مجموعه، ولكن نقول لكم انه انتم عندكم في النهايه وصلت لحاجه. نقول لهم شوفوا انتم 50% 50% انا ان شاء الله نيتي صادقه معك واني باش ننفذ وعودي، لكن انتم اعتبروا انكم عندكم معايا فرصه 50% نكون صادق وبالتالي ان شاء الله نمشي في الدوله العادله. اسوء الحالات اني ما نكونش تضيفوني للجماعه اللي خدعوكم من قبل. لكن يعني هذه المشكله اللي الان اعاده بناء ثقه المواطن بالسياسي، لان السياسي راهو عنصر مهم جدا في المجتمع. واذا توانس معناها الشط السياسيين جميعا مالش البلاد شكون باش يديرها، نجيبوا ناس من برا يديروها. فهذه النقطه اللي هذه اكبر في رايي خطا، ثم امور اخرى لكن هذه اكبر خطا انهم يا ليته ويا ليت اعوانه اوفوا بعهودهم. اما وقد وعدوا فاخلفوا وحكموا ففشلوا فقد ان لهم ان يرحلوا. محمد ليش مرحام ديال المرشح الرئاسي مازالك سؤال قار في هذا المحور وهو الآتي، شنية أهم ثلاثة قرارات سريعة تتخذها خلال 100 يوم الأولى بعد فوزكم في الرئاسية؟ والله أنا قلت سابقا أنه لازمنا يعني من ناحية رمزية ومعنوية باش نفهمه السفير الفرنسي هنا. السفير الفرنسي يعني الحالي أنشط من رئيس الحكومة التونسية. السفير الفرنسي يدور في البلاد أكثر من رئيس الجمهورية، يدور في البلاد أكثر من راشد الغنوشي. أنا مستغرب أنا جدا، فأنا قلت يعني نكلموا كاتب الدولة باش يقول له من فضلك المرة الجاية تحب تمشي لتطاوين ولا سيدي بوزيد ولا قابس قدم طلب. ونقول الخارجية رقدوا الطلب لأن طريقة يعني مهينة، يعني كنا مستعمرين من فرنسا والطريقة اللي هو يتحرك بها علاش هذه دولة صديقة لنا؟ لا ولو يعني السفراء في العالم عندهم أعراف عندهم نظام ويظهر لي منها في أمريكا باش تخرج من معناها مثلا المدار نتاع واشنطن لازم كذا تعلم وتقدم. فكيف تقول لي أنت تزور مدارس ابتدائية تزور فيها في انتخابات رئاسية تقابل في مرشحين ما يجيش؟ وانا نستغرب ان المرشحين يقابلوا وقت الانتخابات الرئاسية. حتى سفير انت قبل؟ لا الحمد لله انا ما قابلت حتى احد. الحملة الانتخابية اطلاقا اطلب حتى سفير ملاقاتك؟ انا اعلنت في قناة حنا بعد قبل ما تبدا الحملة بشوية وقلت انا راني السفير الفرنساوي مانيش مرتاح للشيء اللي عمل فيه وما نحبش تكون لي معاه كيما جمع الاخرين هذوما. وقلت راهو اذا كان انا مرهون لجهة مثلا طامع في رضا جهة اجنبية أو طامع في رجال أعمال فاسدين متهربين من الضرائب يحبوا جيهم رئيس يكون دمية في ديهم، لن يكون بيسعي أن أحقق أي تعهد من تعهداتي في برنامجي. لكنني أريد أن أكون أن أستعين بالله عز وجل أولا ثم بالناخبين التوانسة. حتى لخصه القرار الأول أوكي. تعني طرد السفير الفرنسي؟ مش طرده، لا لا لا، فقط أنه كيحب يتحرك يقدم طلب والطلب باش نرقدوه. واضح. الثاني أننا قلت متعهد أنه نشتغل مباشرة في مبادرة تشريعية مبادرة تشريعية لتشديد الحرب على مكافحة الفساد والتهرب الجبائي والأكتاف الرشوة. يعني نظام الوسط هذا اللي قام به يوسف الشاهد؟ لا عاد حرب على الفساد تسلفية بعد كلام سليم الرياحي؟ حرام عليك. يعني كما نحضر احتراما لمستمعي اذاعه سفاق. لا نطرح في السؤال اي عارف يعني قصدي هذا دوري عارف يعني قصدي انا حتى انا ما نرد عليك بسؤال هذا انا عارف، لكن يعني مستمعينا في سفاق استوى كيسمعوا الهاشمي الحامدي يتكلم عن الحكايه هذه يقولوا نحن ذاتنا شفنا سليم الرياحي ايش يحكي وشفنا شنو اللي صار. خليك من ما قاله نواب في البرلمان من انه تمت المصادقه على حكومه يوسف الشاهد بتخويف وابتزاز وكان ينبغي التحقيق. تو انا كمواطن تونسي كيفي كيفك
لما نشوف نواب يحكوا داخل قبة البرلمان يقولوا راو النواب يتم تهديدهم باش يصوتوا في هذا الاتجاه أو ذاك، ويجي سليم الرياحي يقول راو تصويتي للحكومة أو لوزارة الداخلية كان بمقابل، هذا ما يطلبش تحقيق، ما يخليكش تشك، ما يخليكش تحب قلبك يطمئن بشيء شفاف ونزيه. والحاجة الثالثة والأخيرة هي يعني اللي هي في رأينا في الترتيب هي أهم شيء، هي الأولى. أنا مهتم بموضوع تنقيح الدستور، إضافة الفصل اللي يقول الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، ولا يسن في البلاد قانون يخالف أحكامه، وباش نبدأ في الترتيبات اللي بدأ المسار الدستوري لإنجاز هذا العمل. أنا رأيي أن هذا إذا عملنا هذا كشعب، مش ممنوع تعديل الفصل الأول من الدستور، لا نضيف الفصل الثاني ولا الثالث، نضيفه فصل يضاف فصل في الدستور عادي يقول الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع ولا يسن في البلاد قانون يخالف أحكامه. واضح. بعد شوية نمر معاك للمحور الثاني اللي مش تختاره بين الأمن القومي والسياسة الخارجية، زوز أسئلة في كل محور ينتظروك لهشم الحامدي، ومعهم في كل محور سؤال قار. كنت اخترت منذ قليل أغنية قلت وأنه ذكرك بصفاقس وتخليك عندك حنين خاص لصفاقس، يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البية ورجعيت. طبعا ضيفنا محمد الهاشمي الحامدي وريتك مشهورة متفاعل معها بإيجابية كبيرة. اسمعني، أغنية مشهورة من قديم على صفاقس، وتعرف احنا في سيدي بوزيد كنا نقرأ، احنا صفاقسية من أقراب ومتداخلين، وصفاقسية كانوا موجودين في أيضا في مفاصل الأساسية في سيدي بوزيد، وما زالوا عائلات موجودة غادي، وإحنا كذلك عنا مصلحة مهمة نقدر نتفادوا تونس العاصمة ديما نمشوا لصفاقس. وديما اللي توا نحب نقوله للصفاقسية اللي يسمعوا فيها، أشكون مرشحكم يعني لو خلينا بالمعنى هذا مجازا، يعني أقرب مرشح ممكن يخدم صفاقس ويحب صفاقس ويرعى مصالح ويحل ويعطيكم الكلام الصحيح في موضوع التلوث، هذا ما يخدعكمش، ما يقولكمش كلام بالتلهويث، لا يجيكم دغري هاوش تمام واش تماش، ويحقق الهدف المراد. هو ولد سيدي بوزيد محمد الهاشمي الحامدي، احنا جيران يا رسول الله. تعطينا مقطع من يقدم لنا ما تفارق تونس؟ لا 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 لا، وتيرا شفت في اطار المصالحه على الاقل نتجاوزوا. لا لا، لان التشنج لحصر في لان تقريرك من الاول تو يعاود يرجع لي في اول حوار ثاني يجيك تقول وغنى في البرنامج هذا، بطلت سيدي ما عادش هدية صغير للمستمع. صدقني صدقني للجمهور للناخبين ايش في الحال. لا لا خلي ان شاء الله كيكون انا وياك وحدنا في الدار في عرس في فرح تجينا نسمع منك انت ساعه، حتى صوتك انت يبدو لي احتمال مؤهلاتك تكون باية الصوتية. المحور الثاني مع الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي، شو تختار، الأمن القومي أم السياسة الخارجية؟ هات نبدأ بالأمن القومي. ليش من زوز أسئلة؟ طبعا هذا هما الزوز أسئلة اللي اخترتهم عن طريق نظام القرعة محمد هاشمي الحامدي، وبعد قليل ينتظر فيك سؤال قار. والسؤال الأول، شنو تصوركم لمزيد تفعيل المجلس القومي للأمن؟ مجلس الأمن القومي نحب معناها يعاونني أكثر في قضايا الأمن الاجتماعي في البلاد. صحيح الحكومة هي تباشر الأمور هذه، لكن أنا نحب، خايف أنا توا أولادنا يهاجروا في قوارب الموت ويموتوا، وبعدين حتى كيموتوا المسؤولين ما يمشوش يعزوا حتى العائلات، لأن يخافوا يمشوا غادي من الناس مش يقبلوهم أصلا. لازمنا نشوفوا الأمن الاجتماعي، ما يكفيش فقط أنه نحن نحكوا على موضوع الإرهاب أو موضوع منا استخبارات ومش عارف شنو، لازمنا كذلك الأمن الاجتماعي يكون عندنا شعبة في المركز هذايا ولا في مجلس الأمن القومي، ولا عندنا وحدة تشتغل على موضوع الأمن الاجتماعي. الناس اليائسين هذوم، الناس اللي انتحروا، كونوا مؤسسة جالوب الأمريكية تعمل استطلاع على مدة طويلة وموسعة، وتكتشف أن حوالي 50% من شباب تونس بما فيهم المتخرجون من الجامعة المثقفون يعني المتعلمين مليح، أمنيتهم هجرة من تونس بلا عودة. مش هذا يعني خطر كبير في البلاد؟ علاش الناس وصلت للحكاية هذه؟ علاش؟ فنحب أنه يعني ندخلوا البعد الاجتماعي في الحكاية هذه، نحبوا الفقراء، نحبوا الناس المحرومة، رأوا كرامتهم شرط للأمن. منظمة الأمم المتحدة صندوق معناها الأممي للتنمية وكذا يقول أنه التنمية من أهم عوامل الأمن، وكل خطة أمنية تتجاهل دور التنمية تفشل. فنحن توانسة السيستام هذا اللي حاصل اليوم ماهوش ممن ماهوش مقتنع عمليا بالحكاية هذه، ربما يقولها كلام لكن فعليا لا يمارسها. إذا أنا إن شاء الله أصبحت رئيس للجمهورية فسأولي اهتمام كبير للأمن الاجتماعي، بمعنى مسألة الفقر التنسة. يعني أساسا نعم محاربة الفقر، لأن ما سحبش منك البساط نبيل القروي في علاقة بهذا الموضوع؟
إلا إذا كان بطريقة مهينة للسياسة وللشعب، كونه يعني تو أنا عندي قناة فضائية، وأنا مثلا ثم شكون افتراضا أني امرأة كانت في ظروفها صعيبة ومشيت من الريف، اشتريت لها بيتا في مثلا في عاصمة الولاية متاعها وتنقلت، ما هو كان ممكن نعمل نفس الشيء، نهز الكاميرا متاع المستقلة ونقول لها قولي يرحم يوسف مثلا بابا الله يرحمه ولا يرحم مش عارف شو، لكن عيب يعني. لا يمكن أن نمارس السياسة بهذه الطريقة. التوانسة ما يحتاجوش صدقات، التوانسة عندهم حق في الدولة في الميزانية ولا ما عندهمش حق، الإنسان عنده حق باش يشتغل ولا ما عندوش، عنده حق في التغطية الصحية ولا ما عندوش، الدولة هذه عليها واجب باش تقف مع ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا لا، عليها واجب باش ترعى حقوق المتقاعدين ولا لا. فأنا اللي حب نبينه للتوانسة اللي يسمعوني في صفاقس، قسما بالله العظيم حتى لو ما انتخبتوش الهاشمي الحامدي، لكن أرجوكم والله لا يجوز شرعا في رأيي أنا ولا سياسة ولا أخلاقا أن يكون المعيار في الانتخاب هو الصدقات والكرادين. السؤال الموالي محمد الهاشمي الحامدي، كيف ترى مستقبل الإرهاب في تونس؟ هل قضي نهائيا على هذا الخطر؟ نحن تول الإرهاب على كل حال يعني حاصرناه تدريجيا، تحس أنه يعني مع الشكر والتقدير لأجهزتنا الأمنية في الجيش وفي الأمن أصبح محاصر. حتى العملية الأخيرة اللي استشهد فيها الضابط نجيب الشارني الله يرحمه هي عملية ابتدرت بها قواتنا الأمنية، وكمين عملته قواتنا الأمنية عن طريق معلوماتها، يعني إحنا كانت المبادرة عنا، لكن لازمنا ديما نكونوا يقظين لأن هذا خطر مقلق دول العظمى في العالم. أنا هو حاجة تزن هكا معناها تبقى مصدر بتاع وجع ومتاع قلق، لازمنا دائما نحط هدفنا أن نقضي عليه قضاء نهائي، أن نسق مع أشقائنا في الجزائر في الحكاية هذه. لكن معناها من الجهة الأمنية نواصل جهودنا، وهي جهود مشكورة مشكورة بأن نشكر قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية على ما حققته، ومن جهة ثانية نواصل نضاعف جهودنا في مكافحة الفقر الذي قال فيه سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، وقيل كاد الفقر أن يكون كفرا. لأن تو تسمع في تونس العاصمة وحتى في صفاقس البركاجات ومعناها والسرقة المسلحة العنيفة كثرت ياسر، ويقول لك الناس اللي أنا ركبت في المترو هنا بين باب الخضرة، طلعت في باب الخضرة في المترو وسألت الناس اللي في المترو، يقول لك راهو ولينا نخاف نركبوا في المترو في الليل، ويقول لك شباب البطال اللي ما عنده حد شيء ولا معناها يقول لك أنا ما خاسر حد شيء نطلع. وقبل كانت النشل فقط، تو المشكلة هي النشل مع البركاج، معناها ممكن الإنسان تكون حياته مهددة ولا حياة النساء خاصة وكذا متعرضين لخطر أكبر. فلازمنا نحارب الفقر، والفقر يتحارب عن طريق العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية لازمها فلوس، والفلوس تجي عن طريق نظام جبائي عادل، مكافحة الفساد، مكافحة التهرب الضريبي، إعطاء الأمل أنك أنت إذا عندك مصلحة في تونس تحصل عليها من دون رشوة من دون أكتاف. تو كل شيء في تونس بالرشوة وبالأكتاف، عليها هكا علاش احنا كي نخرج التوانسه للخارج نمشي الناس كل يعني نلقاو دول كما ايطاليا وفرنسا والمانيا، تونسي غادي 30 عام في فرنسا لا يحتاج واسطه ولا يدفع رشوه. نجيبوها لهنا. الموالي الثالث والاخير في هذا المحور، محور الامن القومي، محمد الهاشمي الحمدي المرشح الرئاسي، كيف ترون دور الدبلوماسيه التونسيه في خدمه الامن القومي بمفهومه الشامل السياسي الاقتصادي والاجتماعي؟ والله يعني نظريا السفارات نظريا ممكن تعاون، وفي معناها تعاون وزارة التجارة والاستثمار في موضوع الاستثمار، تعاون في توفير مثلا حتى يعني فرص تدريب وعمل لشبابنا. لكن أنا أقول لك أنا مواطن تونسي عايش في الخارج ونعرف الأمور هذه لأني مدة طويلة زادة تونسي في الخارج، يشكو شكوى المرة من السفارات. راو ممكن أنت تتصل بالسفارة تكون انت في نيوكاسل شمال بريطانيا وتحب تجي عندك مصلحه، عندك ورقه تحب تثبت وصلت ولا لا، باسبور جاهز ولا باش نمشي نجيبه، راه ما يردوش عليك في التليفون باش تعرف باسبورك جاهز ولا الا ما تهبط من نيوكاسل. راك تكون في كندا، تكون في فانكوفر تتصل بالتليفون بالسفاره ما في تورنتو ولا غير ما تلقى ما يردوش عليك. والله حكى لي واحد قابلته في بنزرت قبل 10 ايام زرت سيدي المشرق لقيته على الشط غادي، قال لي معناها إلا نسافروا بالطيارة 4-5 ساعات باش نقابلوا معناها باش نعرفوا الباسبور جا ولا ما جاش. يا سيدي خليك من الناس، أنا يا باش نجهز أوراق الانتخابات الرئاسية أوراق الترشح، كنت نظن أن البيتروا جزء من الأوراق، فقدمت طلب بيتروا، فتو أنا نتصل باش نسأل على البيتروا ونحاول مثلا التسريع، نعمل التليفون العادي ونحطه على الأوبر سبيكر، نقعد نستنى ساعة يقولوا لي أنت دورك الأول وما يجيش، نولي نمشي هبط لندن. فنحن راه السفارات الآن
بصراحة شديدة، حتى هي جزء من مشكلتها من مشاكل الإدارة التونسية. يلزم اختيار الكفاءات، ويلزم آلية ما للرقابة باش تكون السفارات على الأقل في خدمة جالياتنا في الخارج وتسهيل حياتهم. الدبلوماسية كيف يمكن أن تخدم الأمن القومي في بعده الشامل؟ طبعا الدبلوماسية معناها هي أنك تجيب مصالح لتونس، تدافع على مصالح البلاد وعلى سمعتها، وتحاول نوسع دائرة تبادل المنافع مع الدول المختلفة. أبعث سفراء أكفاء، وأبعث معهم طاقم كفء يكون يتكلم لغة البلاد اللي هو ماشيلها، ويكون مخلص لك المهمة وحاسس بالشرف أنه يمثل بلاده غادي، وستكون النتائج أفضل بكثير مما هو عليه الآن إن شاء الله. أنا نحترم سلك الدبلوماسي، لكن أنا نحس أن ننقل معاناة التوانسة في الخارج في تعاملهم مع السفارات. محمد الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي، ما زال ينتظر فيك المحور الأخير، محور السياسة الخارجية. مش تختار زوز أسئلة، وطبعا السؤال القار مش نحكيه فيهم بعد قليل، ومش يكون عندك في الختام كلمة حرة لجمهور الناخبين خاصة في ولاية صفاقس. لكن قبل هذا أنت كنت طلبت أغنية لمارسيل خليفة، منتصب القامة أمشي. لمارسيل خليفة في كلمتين، علاش مارسيل وعلاش الأغنية هذه؟ إيه، لأن معركة الانتخابات معركة يعني قاسية أيضا، لأن معناها بصراحة يعني بصراحة يوم من الأيام إذا كتبت يعني مذكرات ولا كتبت رواية، ما تعرف أنا تخصصي الأصلي يعني أدب كذلك، أقسم لك بالله أن كمية القسوة التي وجدتها في تونس منذ عمري 17-18 عام. يعني أول مرة دخلت مركز شرطة كان في 78 في مظاهرات الخبز في سيدي بوزي. سنة ثانية في الجامعة 7 شهور في الحبس. بعدها ثورة الخبز دخلت الثانية، اعتقلوني في الداخلية كجيول المرعب تحت ذيك الطوابق لغيرها. عمري 22 عام، حكم لي 20 عام حبس. كي رجعت سقطوا لي قوائمي ورفعوا النشيد الوطني. ممكن يمشي للإعلام تاهم يهجموني. أقسم بالله أن لو يمكن لو يكتبها أديب أوروبي ولا غيره ويحكي على القسوة متاع التوانسة الوسط هذا المتنفذ سياسيا وإعلاميا، يمكن أكتب عليها رواية عظيمة. فأغنية مارسيل خليفة ترفع معنوياتي باش نبقى نواجه في هذا الوسط الظالم. بعجالة محمد الهاشمي الحامدي، محور السياسة الخارجية، هل تعتقد أن ديون تونس الخارجية يمكن أن تقلص من سيادة البلاد؟ طبعا معروف، هو أنا حتى الاستعمار سابقا كان بسبب الديون، فنحن توج مع ذوما كل شهرين ثلاثة مدبرين ليك دين من جهة ما. أهم يحبوش يمشوا على الحلول الأخرى اللي صعيبة، اللي هي مكافحة التهرب الجبائي، عدالة جبائية. ثم فرق بين البوليس وبين واحد ملياردير، ثم فرق بين واحد يخدم في الفرملي في السبيطار في صفاقس وقيم ومعلم وموظف البلدية وموظف القباضة اللي هو يدفع الضريبة من السورس وعامل نصبة وعامل محل ويدفع الأداءات للبلدية بانتظام، ما يقدرش ما يدفعش معناه يسكروا له المحل متاعه. صفاقسية طبقة وسطى والناس يخدموا أرواحهم من هركل، هذوما كلهم يدفعوا الأداءات للدولة. وتلاقي ناس باربوات كبار جدا كما يحكي سفير الاتحاد الاوروبي قال لك مهيمنين على كل شيء، واحتمال زاد كي يقولوا تهرب ضريب شكون، ونحكوا على الناس يكونوا نافذين واغنياء. فالحكومه التونسيه ما تحبش تمشي للحلول الاخرى اللي هي مكافحه الفساد، مكافحه التهرب الضريبي، العداله الجبائيه، باش تلقى موارد تمشي بها او تلبي بها مطالب الكثير من الفئات في تونس. فنحن الان عندنا خطر كبير، تفاقم المديونيه، خطر يهدد امن وسياده البلاد التونسيه. السؤال الموالي، ينتظر فيك في العام القادم مؤتمر الفرنكوفونية، في حال ما أصبحت رئيس للجمهورية كيف يمكن أن نستفيد من ذلك؟ والله يعني طبعا الموضوع ده يحيلني على جرح ثقافي معنا تونسي وعربي عندما تذكر أن يهود العالم لبوا نداء الحركة الصهيونية إلى فلسطين المحتلة وأحيوا اللغة العبرية من موات، والآن يعلمون بها أبنائهم وبناتهم الفيزياء والرياضيات والكيمياء والاقتصاد والسياسة ويبدعون فيها، من أكثر يعني دولة من أكثر الدول تنتج وتنافس علميا. وعندما تذكر أن الدنمارك من 5 مليون ساكن دنماركي في العالم يتكلمون لغة لا يتكلمها غيرهم، كل العلوم. أليست مستفيدة تونس من الفضاء الفرنكوفوني، من الثقافة الفرنكوفونية؟ هذا التليفون، هذا سامسونج، هاي التابلت هذه معايا سامسونج. سألت
نورة بنتي مشيت الكوريا عندها في شغلها مشيت مرتين قالت لك إذا ما تكفيكش الإنجليزية ومعناها الكورية غادي يتعلموا بها العلوم كلها يتعلموا بالكورية والكورية هي الأساس. علاش احنا عندنا هزيمة حضارية؟ علاش ما عندناش كيما كوريا الجنوبية؟ علاش مش اللغة العربية هي اللغة الأساسية؟ أنت مع التخلي عن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية؟ أنا نحب توا مثلا يا ريت تتأكد كم ساعات العربية وكم ساعات الفرنسية في المدارس؟ عليه العقدة هذه عليه؟ محمد مصاري الله يرحمه جاني لندرة في أيام معناها في المستقلة غادي وحكى لي على معاركه في موضوع التعريب وقتها هو وفي الجيل متاعه. يلزمنا نستأنف معركة التعريب عربيا ونتعاون مع الجامعة العربية وندرس أولادنا باللغة العربية ونفتخر بلغتنا. واضح. السؤال الأخير القار في هذا المحور، كيفاش ترى دور سيد تونس الأولى وهل هناك تجارب في العالم في هذا المجال يمكن أن نقتدي بها لو كانت تشارك زوجتك لما تصبح أنت رئيس الجمهورية في مبادرات تطوعية؟ والله أنا شخصيا ما نيش مع حكاية هذه السيدة الأولى تاع تونس. هاي عندك الأستاذة جيهان هنا معاك في الواحد هي سيدة في تونس والأخت اللي معنا هي سيدة في كل نسوين تونس هم سيدة تونس كلهم ما فيش واحدة من سيدة على الأخرين. ولذلك أنا زوجتي باش تبقى بصراحة المستقلة نحبها تبقى في لندن مع الإعلام هذا يرعب اللي في تونس ومتوقع أنه 90% ضدي، فعلى الأقل نخلي المستقلة غادي وهي تعرف الدور تدير العمل كله باش نقدر نوصل صوتي. تخيل أني نكون رئيس جمهورية وممنوع من الحديث هنا في تونس. واضح. كلمة الختام لجمهور الناخبين في صفاقس محمد الهاشمي الحامدي. اسمعوا يا صفاقسي نقول لكم حاجة، توا تعرفوا اللي منحة البحث عن عمل باش يستفيدوا منها بين 10 و15 ألف شاب وشابة من الولاية باش نعلموهم على خدمة، نعطوهم 200 دينار ونعلموهم على خدمة ونعاونوهم على فتح مشروع. الفلاحين صفاقس ولاية فلاحية، صغار الفلاحين باش نعطوهم بأسعار مدعومة حاجاتهم المواد الأساسية اللي يحتاجوا لها، وباش نعفو 180 ألف من صغار الفلاحين في الجمهورية من 9 ملايين ديون ماخذينها من البنوك ومن الفوائد متاعها. فأنتم عندك مصلحة كبيرة معايا من ناحية المادية وش نأمم الثروات الوطنية، لكن والله العظيم يا صفاقسية نصيحة لأن الدين النصيحة أقسم بالله أهم شيء أنكم تقفوا معايا ليصبح الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع في تونس. شكرا لك محمد الهاشمي الحامدي المرشح الرئاسي على حضورك معنا اليوم في برنامج إلى قرطاج. أعزائي المستمعين هكا نكون وصلنا لختيمة هذا العدد من برنامج إلى قرطاج. غدوة يجدد معكم الموعد بداية من نص النهار محمد اليوسفي وكامل فريق البرنامج يسلموا عليكم ويقولوا لكم إن شاء الله تونس.